فيجيل باسور باسور طويل حبتين. again join first name هتكون test name. second name هتكون معلش انا خليني احط الباسورد ده بعيد. يبقى الحياة دي كلها موجودة في الايميل. طيب اوكي تسليم حاضر وين كنتينر. سيكيورتي تشيك. طيب تعالي اعمل سيكيورتي تشيك علينا. بليز سولف ذيس بازل. طيب فيريفاي pick the spiral galaxy. The spiral galaxy. شكرا جزيلا. Someone already using that email. For already visual مستخدم الايميل ده. يا تسنيم. ما اعرف يمكن اكون عملت زمان يا ربي ما عملت كده. ما في مشكلة. طيب. خليني. طيب في يعني ما تعني ممكن اعمله يعني استخدمه. اوكي ممكن. اوه نفس الايميل دقيقة. اذا اوكي ما في مشكلة. ممكن تشوف الثاني. ما في مشكلة. طيب عشان اقوم اختصر على الناس حبتين بس عشان اوريهم اوفر فيو سريع على لينكدين. طيب ده لينكدين حقي انا شخصي. واحدة من الحاجات المهمة في لينكدين اللي هو نمرة واحد انه يعني تنزل البيانات بتاعتك كلها. فالبيانات حنجيها تكون منزلة كيف. طيب خليني اول حاجة ابدا من اول حاجة فوق اللي هو الاسم بتاعك. وبعدين الحاجة اللي بعديها لي اللي هو ده زي اوفر فيو عن الحاجة انت شغال عليها. شنو؟ انا مثلا شغال في برودكت مانجر. دي مثلا حاجة سريعة كده بالاوسم ستاف. بعدين انا بحب الموضوع بتاع الاديوكيشن في اديوكيشن انوفيشن كونسلتنتس. فدي دي مثلا الحاجات اللي بشتغل عليها انا ده. فده مجرد الزول ما يجي. طيب في مشكلة؟ تسنيم. يا تسنيم بدل ال RT بس. اوكي. طيب انا حواصل هنا ما في مشكلة. اذا صوت واضح مع الناس. طيب بعد ذاك اللي هو دي بايو صغيرة عنك. دي بايو اطول حبتين اللي هو بتشرح فيها انت شغال في شنو الحياة اللي انت بتعمل عليها شنو. بعد ذاك طوالي بيجي الموضوع بتاع الاكسبيرينس اللي هو دي الشغل اللي انت اشتغلته. فانت لما تعمل اضافه بيقوم بيجيب لك حاجه زي ده اللي هو بيقول لك اول حاجه التايتل بتاعك انت عباره عن شنو. فمثلا كوتسدان لانه نزول اسست كوتسدان فغالبا حكومه الفاوندر بتاع كوتسدان شغال على كوتسدان شنو فول تايم. يعني مثلا ممكن زول ثاني يكون هنا او خلينا اقوم اجيب واحده هي ريليفنت اكتر اللي هو هنا. انا كنت شغال سوفت وير انجينير. فالامبلويمنت تايب كان عباره عن شنو. كان عباره عن فول تايم جوب. الكومباني كنت شغال مع ابتكار. اللوكيشن كان في الخرطوم. هل انت حتى الان شغال في الحاجه دي؟ ما انتهيت من الحاجه دي. بديت اوغست 2018 وانتهيت جولاي 2019 وعملت ديزاين للاي بي اي بتاعتهم الباك اند والفرونت اند. فابلود او ابديت او معلش فدي ابلود. اذا عندك اي حاجه تعمل لها ابلود انا ما عندي سيف. قفلنا عليه كده. نفس الحاجه اذا مثلا عندك فيديوهات تعمل لها ابلود مثلا بعدينك هنا او دي حنجيها بعد شويه ما في مشكله. المهم دي عباره عن الاكسبيرينس بتاعتك عموما بتكون كلها كاتبه هنا بغض النظر عن الحاجه دي ريليفنت ولا ما ريليفنت. بتخدها هنا. لكن على العموم اذا انت مركز على حاجه معينه يعني انت مثلا تبقى بس سوفت وير ديفلوبر تلحق عندك تشتغل عليها بس فغالبا حاول انك تاخذ الحاجات الريليفنت او الحاجات الاكثر حاجه ريليفنت بالنسبه للشغل بتاعك هنا. اذا انت برضو اوبن لانك تشتغل في حياة ثانيه يعني مثلا اذا شفنا وليد كان عنده انه هو داير يشتغل في او هو عنده خبره في المجال بتاع الالكترونيك
او الباور عموما، والمجال بتاع السوفت وير، لكن هو داير يعمل شيفت للمجال بتاع السوفت وير. فاذا ما داير اي حاجه عندها تانية علاقه بالموضوع بتاع الكترونيك انجينيرنج ما حتخد اي حاجه، لكن اذا تبقى سوفت وير انجينير لقدام حتقوم تاخد في الاكسبيرينس. بعد ذاك الاديوكيشن واضحه شديد، اللي هو الاديوكيشن كان شنو ممكن ندي مثال بجامعه الخرطوم. طيب الجامعه جامعه الخرطوم الديجري بتاعتي اللي هو باشل ديجري في شنو؟ مايننج اند مينرال انجينيرنج، بديت 2012 انتهيت 2017. جريد كنت ساكن ابر. بعد ذاك الديسكريبشن، لاحظ ان في الديسكريبشن بتاعي كده My final project was about designing a website. ما عنده علاقة بالـ IT، اللي هو دي الحقيقة أنا كنت أخشي فيها الوقت ده. Website that can help small businesses choose the right mining equipment for their work to save money and time. فدي دي الحقيقة أنا كتبتها. بعد ذاك بيجي license and certificate. دي حاجة كويسة لأنه حاليا في ناس يعني بيشتغلوا على حاجات مختلفة. يعني مثلا زماني لما كان بديت كان في انتهيت من كورسيرا، كان عندهم حاجه اسمها ريسبونسيف ويب بيس وبيزكس بتاع اتش تي ام ال سي اس جافا سكريبت. في هنا مثلا انتروداكشن تو جي كويري، ريسبونسبل ويب انتروداكشن، دا 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 سي اس 15. فدي كانت سي اس 15 مثلا اذا عملت السي كريدنشال حيقوم يوريني، مثلا حيمشي لهارفارد اكس ويوريني. اوكي احمد السي خلف الله اوريدي هو انتهى من كمبيوتر ساينس 50 قبل كده. فبرضه نفس الحكايه مع سلاب مثلا، إذا عملت السي كريدنشال حيوريني الكريدنشال بتاعتي. ماشين ليرنينج بالنسبة لستانفورد برضه حيوريني الكريدنشال اللي اشتغلتها. فدي دي 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 يعني كل الحاجات دي كان حصلها هي أونلاين كورسز، ما حاجة. لكن مثلا وليد يبالك في الموضوع بتاع السيرتيفيكيت، ممكن تضيف السيرتيفيكيت بتاعتك كلها هنا ده. بعد ذاك في الفولنتيرنج، دي المحلات اللي أنت عملت فولنتيرنج فيها قبل كده، يعني مثلا اليونيسيف، يعني عموما دي كل المحلات اللي اشتغلت فيها. بعد ذاك دي الحاجة المهمة هنا برضو، اللي هو دي الحاجة اللي بتخلي إنه الناس يعني يختاروا. فمثلا أنا ممكن أطلب منكم طلب، إذا الناس كلها خشت وشافت إنه والله يا أخي هل أنا فعلا يعني عندي communication skills واحدة، فممكن إذا الناس ممكن تقوم تضيف هنا اللي هو أوكي هو عنده communication skills. طلب بالمناسبة، إذا الناس ممكن تخش مثلا تدي فوت على ان الكوميونيكيشن بتاعتي كانت كيف، كانت كويسه ممكن زول يعمل فوت زياده، فانا في حيبقوا في زولين قال انه والله الكوميونيكيشن بتاعتي كويسه، الليدرشيب، الببليك سبيكينج، السوفت وير ديفلوبمنت لايف سايكل، وهكذا. وعلى حسب الحاجه اللي انت عارفها بتكتب السكيلز بتاعتك. وبعد ذاك اي زول اشتغل معاك او اشتغلت معاه او درسته او درسك بيجي بيقوم بيضيف هنا على انه والله يا اخي اوكي دي حاجه صح. بعد ذاك الاكومبلشمنت فيها اللغات اللي انت بتقراها، الاويد اللي انت لقيتها، البروجكت اللي اشتغلت عليها قبل كده، الكورسز اللي اخذتها، واخيرا الاورجنايزيشن او الشركات او المؤسسات اللي انت اشتغلت معها. فعموما ده اوفر فيو سريع على لينكدين، والحقيقة اللي ممكن تكتبها في لينكدين كلها. فلحد هنا اذا في اي زول عنده اي سؤال او حاجه ما واضحه في الموضوع بتاع لينكدين عموما والسي في. انا بعرف انه في لينكد اهم حاجه المجتمع بتاعك اللي انت بتعرفه، فبتلاقي مثلا عايز انت تدفع نفسك لمجتمعات هي بتشتغل برامج عاليه، عايز تشارك في مؤتمرات وكده، لكن بيتدرجه الشركات بتهتم بالحاجه دي. يعني مثلا انك حضرت مؤتمر مثلا له علاقه بالبرمجه، او انت قدمت ورقه لها علاقه بخوارزميات او حاجه بالشكل ده، هل فعلا دي حاجه عندها وزن في للشركات، وانه فعلا ممكن يفتشوا على حسابك يشوفوا هل هو اكتيف ولا لا، ولا ده مجرد خيال كده؟ تمام. من وجهه نظري الشخصيه في الحاجه دي، بالنسبة للأوراق العلمية بالذات أنا ما شايف إن عندها أهمية في المجال حقنا ده. يعني أنت إذا تبقى software developer هاي دي ما مهمة شديد، لأنه هم ما دايرين زول، يعني غالبا الـ experience بتاعتك ما حتكون عن طريق الأوراق اللي أنت قدمتها، حتكون عن طريق المشاريع أو الخبرات اللي أنت أخذتها.
فالورقة إذا كانت مثلا أقول لك شنو، خلينا أقوم أجمع الكلام في جملة كويسة عشان يكون أوضح. أوكي طيب، الحقيقة أنا حابب أقولها إنه الموضوع بتاع الأوراق العلمية أنا شايف إنه هو ما مهم شديد، خاصة إذا الأوراق العلمية ما عندها علاقة بالحقيقة اللي تقدم لها. دي نمرة واحد في بالنسبة للأوراق العلمية. بالنسبة لإنه الكوميونتي في لينكدين، أنا ممكن يعني في النقطة دي بالضبط ما عندي رأي، لأنه أنا ما خشي في كوميونتي كثيرة في لينكدين، لكن واحدة من الحاجات اللي أنا لقيت إن الناس بتفتش عنها، اللي هو مثلا الناس بتكون يعني مثلا، خلينا نجيك في النوتيفيكيشن هنا بتاعتي بيقول لي إن أنت ظهرت في كم شهر، ما دقيقة، يس هنا بيقول لك أنت you appeared in 26 sessions، يعني أنا ظهرت الأسبوع ده في 27 26 نفر بحثوا عني، أو مش بحثوا، ظهرت لهم في السيش أنا. طيب الناس دي عبارة عن فريلانس، عبارة عن أوتو أي تي ريكروتمنت، دل الحاجات الناس كانوا بيشوفها. بعد بوريني what you search do، اللي هو الناس كانوا بيعملوا دايرين شنو، فهم في 15% دايرين سوفت وير ديفلوبر، 11 بيفتشوا عن فاوندر، 7% بيفتشوا عن ريكروتر، ارت، سوشيال وركر، وهكذا. فده بوريك انه يعني الكلمات المفتاحيه الناس المركزين عليها في اللينكدين اكونت بتاعك شنو. فان شاء الله الحاجه دي جاوبت جزء من السؤال بتاعك يا وليد، ولا لسه في حاجه ما واضحه؟ ايوه، هي جاوبت جزء من السؤال، باعتبار انه مثلا في حاجات ثانيه غير مثلا الاوراق العلميه او غير لينكد ان، المؤتمرات التقنيه، مشاركتك انت كمتحدث في حاجه زي دي، شغلك مثلا، يعني مثلا شغلك انت في كود سودان، هو برضو عنده تقييم ولا هو بيعتبر شيء خاص بالنسبه لك، انك انت بتشرح في البرمجيات مش انت بتطور فيها؟ تمام. اذا انا داير اقدم as a software developer، صراحه انا شايف انه ما حضيف حاجه، يعني كونك انك تشرح الحاجه دي حاجه كويسه، لكن حتى نسبه الشرح بتاعك بتعتمد على الاكسبيرينس بتاعتك. يعني مثلا اذا انا اشتغلت في شركه سنه وبعدها قلت للناس انه انا والله يا اخي درست يعني درست الكورسات بتاعت كوتسلام، في كوتسلام مثلا، وانا كان عندي اكسبيرينس سنتين في شركه وما درست خالص خالص، غالبا الناس حيقوموا يشيلوا الزول الدرس قبل كده، او مش معلش، حيشيل الزول اللي عنده خبره بتاعت سنتين، لانه دي السكيلز اللي هم محتاجينها. لكن اذا الليل انا داير اقوم اقدم لفند مثلا للمشروع بتاع كود سودان، يعني داير مثلا داير في داير قروش مثلا لكود سودان لحاجات معينه، فغالبا كونه انه انا يعني اشتغلت في كود سودان وكنت زول فاوندر وكده، هي الحاجه دي هي يعني الناس بتكون دارينها اكثر، او الناس فاليو ليها اكثر، او بيقيموها اكثر من انك انت مثلا كنت شغال سوفت وير ديفلوبر، لانه السكيلز بتاع السوفت وير ديفلوبر والسكيلز بتاعت الفاوندر مختلفات من بعض حبتين. فدي الحاجه اللي انا دار اقولها. اذا نوعا ما كده بقى واضح. ايوه واضح. تمام شيء تمام شيء. طيب بقيت الناس في اي زول عنده سؤال او حاجه ما واضحه، لانه يعني كده خلاص قربنا على الانتهاء. طيب تمام، اذا ما في اي زول عنده اي اضافه، حابب اقول لكم شكرا جزيلا، معليش يعني شلت من زمانكم 20 دقيقه زياده من زمان المحاضره اصلا، فبقينا ساعه 20 دقيقه 20 دقيقه، لكن ان شاء الله. حسن محمد، حسن بس معليش انا لازم اسال، البروجكت الفاينل بروجكت المفروض نعمله مو المفروض يكون في شنو؟ فانا ما كنت حاضر لو هذا ما حضرت. تمام شيء، سؤال ممتاز. تمام شيء، سؤال ممتاز. طيب انا هعمل ميوت، انا هعمل ميوت مع الصوت بتاعي، معليش.
اوكي تمام شيء. طيب يا حسن بالنسبه للفاينل بروجكت بيكون شنو؟ الفاينل بروجكت بيكون الحاجه اللي انت تعملها على اساس انه يعني as long as انه هو عنده علاقه بالويب ديفلوبمنت. طبعا اذا الناس تستخدم تراك ثاني اللي هو التراك بتاع الاي او اس الاندرويد ديفلوبمنت ولا الجيمنج ممكن، لكن انا بتوقع انه كل الناس يكونوا في المجال بتاع الويب ديفلوبمنت. نمرة واحد. نمرة اثنين، في اسماء بتاع المشاريع هننزلها بعد المحاضره الجايه ان شاء الله، الناس ممكن تشتغل عليها، او اذا انت عندك مشروع براكه داي تشتغل عليهم حاسس انه حيحل لك مشكله شخصيه لك انت، او مشكله البيئه المحيطه بك، او يعني مشكله للناس اللي حولك ممكن طوالي، لكن اتواصل معي اول حاجه يعني بس اديني بريف عن المشروع حقول لك اوكي، لان الهدف بتاعنا انك تقوم تعمل مشروع بيفيد الناس اكثر من انك بس تعمل مشروع وخلاص يعني انا عملت حاجه وتجدعي في الرف. فدي الكرايتيريا عموما تحت المشروع اذا واضحه معك كده بقى يا حسن. تسلم يا احمد. واضح؟ واضح؟ اي واضح تسلم. تمام شكرا يا زينب. تمام. بهنا اذا ما في اي زول عنده اي سؤال اخير حابب اقول لكم شكرا جزيلا على زمانكم ده، وان شاء الله لحد يوم الاثنين بعد بكره نتلاقى ان شاء الله، حتكون اخر محاضره في عندها علاقه بالبرمجه، وبعدها طوال حتكون المحاضره البرين ستورمينج، وبدايه الاسبوع الجاي حننزل المشاريع بالنسبه لكل الناس عشان تشتغل عليها، وده حيكون ختام البرنامج ان شاء الله. ف يعني كلمات الوداع دي ما حقول حسين، خليها لحد المره الجايه. فبالتوفيق لكم ان شاء الله ولحد يوم الاثنين.